صباح الخير ومساء الخير يا للروح. في تونس كاين زوج انواع نتاع ائمه، كاين امام عادل وعادل امام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما هذا الشيخ اللي قال باللي مرته كانت تدير الحجاب وهو اللي قال لها ما تزيديش تخرجي به. زوجتك هل هي متحجبه؟ كانت لابسه الخمار ونحاته وحدها؟ لا انا قلت لها نحيه، اقنعتها باش تنحيه مش تنحيه. قلت لها نحيه خاطر مش فرض. هي اقتنعت لي مش فرض يعني صح. وفرحان قوي. الحقيقه هذا الامام ماشي راه فرحان برك. تعويده صح، هو متعود وماشي هذه المره الاولى اللي قال فيها باللي الحجاب ماشي فرض على النساء. قل لي بصفه عامه الحجاب مش فرض. ايه مش فرض. مش فرض برشا ما انتش يستغربوا من اللي يتفرجوا فيه. اقنعهم علاش مش فرض؟ مانيش مطالب باش نقنع هالعباد. لا انت عاد شيخ صدق. لا انا غلطان. هذا الشيخ قال ثاني بلي الإفطار نتاع رمضان مباح للطلبة ولاعبي كرة القدم. ما عديو في البكالوريا ولا عدي في الدكتوراه ولا جوار بتاع كورة عنده ماتش مشيها لبرا ولا اللي يخدم في كوشة خدمة صعيبة ياستر معناها فيها تعب واللي يخدموا في البنيك المرتو بيكار في السخانة واللي خدمة فيها مشقة أجاز له العلماء أن يفطر وبعد يرجع. بعد يرجع ديننا سهل ياسر. والله ديننا مع الشيخ. احنا رانا الشيخ اللي انت متفتح. لا هذا عاجبني هو الدين مش انت هذاك مش انا. الحمد لله يا رب. انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ هذا الشيخ مره مثل دور امام في مسلسل وقال باللي راني باغي نمثل في ادوار اخرى. علاش ما نتعديش ما الحاجه اخرى بالكش انا سمح هما بالكش ما يجيش البالهم باش يقترحوا عليك حاجه اخرى فيو كو الستاتيو نتاعك. اي هاني قلت لهم لا هوك في بالهم لا آه يا ناس يا اهل الكاستينج يا اهل الكاستينجات الشيخ محمد بن حمود راهو ما شاء الله عليه راهو بدين وبقوس يخرب عالم انت مسخره.